بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم في الفيديو ده عن تطبيقات التكامل الـ Applications of Integration. أول حاجة في تطبيقات التكامل هناخدها المساحة المحصورة بين منحنيين Area Between Curves. الفيديو ده هيتعمل على مرتين Part 1 Part 2. النهاردة هنتكلم عن إيه بقى؟ المساحة دي بتتجاب إزاي؟ لو أنا عندي منحنى Curve معادلته Y بتساوي F of X، خلاص عايزة أحسب المساحة المحصورة بالمنحنى ده والمستقيمين X بيساوي A و X بيساوي B. قبل كده قلنا في فيديو سابق إن الـ X بتساوي constant، ده خط مستقيم يوازي محور Y. X بA و X بB، على فكرة الـ A والـ B دول ثابتين، ثوابت. أجيب المساحة دي إزاي؟ المساحة يعني هفرض إن المنحنى بتاعي رسمته كده، يعني ده y بيساوي f of x، ما هي اي معادلة بقدر ارسمها كده. فانا رسمت المعادلة اللي هو مديهاني دي في المسألة، وقال لي عايز احسب كمان قبل ما احسب المساحة هرسم المستقيمين x بيساوي a و x بيساوي b. على فكرة ولنفرض يعني ان هنا ال a، فادي المستقيم x بيساوي a، خلاص اهو خط مستقيم اهو يوازي محور y، ولنفرض ان العدد اللي هنا هو a، وادي المستقيم x بيساوي b والعدد اللي هنا b. فانا عايزة احسب المساحة دي كلها بكام، كويس كده؟ المساحة المظللة دي، المساحة تحت المنحنى والمحصورة ما بين ال a وال b بتتجاب بالعلاقة دي. يبقى ال area under the curve هسميها a capital عشان كلمة area. خد مقياس بس لو سمحت عشان لو طلعت لك قيمة سالبة ولا حاجة. هتقول لي تكامل الدالة دي f of x بالنسبة لل x، ولو سمحت هتحط لي عددين هنا وهنا اللي هما ال a وال b، لأن أنا عايزة أحسب المساحة ما بين ال x ب a وال x ب b. العلاقة دي أو العلامة دي، الرقمين اللي موجودين هنا في التكامل، بسمي التكامل ده bounded integral، يعني تكامل محدود. يعني انت حضرتك عملت لي تكامل للدالة f of x، بس حددت لي ال x بتاعتك، بما انك انت بتعمل يعني تكامل بالنسبة لل x، فانت حددت ال x من ال a لل b فقط، فده اسمه تكامل محدود. وهنشوف دلوقتي بيتحل ازاي واحنا بنشتغل في المسائل. هو تكامل عادي خالص، خلص الناتج بس من فضلك يعني لو سمحت في التكامل المحدود ما تحط ليش في الاخر ساب التكامل، هقولك في الاخر تعمل ايه. هي دي المساحة؟ بس كده بتعمل تكامل للدالة اللي هو مديها لك في المسألة، وحدود التكامل بتاعتك بما انك بتعمل تكامل بالنسبة للإكس، حدودك الـ A والـ B من الـ A إلى الـ B، بس كده. أيوه، فهي دي المساحة. نيجي نشوف كده المساحة المحصورة ما بين المنحنيين بقى. لو أنا عندي two curves F و G، المساحة المحصورة بين المنحنيين F of X و G of X. لو أنا مثلا عندي كيرف أولاني كده، ده اللي هو الواي بيساوي f of x، خلاص، وعندي كيرف تاني رسمته طلع لي كده مثلا، فالكيرف التاني اللي أنا رسمته ده هو المنحنى التاني اللي هو مديهولي g of x. بقى حضرتك عندك منحنيين ومساحة بينهما كده اللي هي المتظللة دي. عايزة بقى أجيب المساحة المظللة دي تتجاب ازاي. لما يبقى عندي two curves زي كده، اول حاجة لازم اعملها اجيب نقاط التقاطع ما بين المنحنيين دول على الرسمة، وليكن هم دول يعني مثلا، تمام كده. طبعا ازاي بجيب نقاط التقاطع؟ بجيب نقاط التقاطع عن طريق حل المعادلتين مع بعض. ادي الحتة دي وادي من هنا، فانا عايزة المساحة المظللة دي من فضلك، وليكن مثلا هنا ال a وال b، خلاص x ب a و x ب b. يبقى الاريا بتاعتي ال a كابيتال هتساوي طبعا مقياس تكامل مين بقى؟ اطرح الاثنين من بعض f of x ناقص g of x. هعمل تكامل لهذا المقدار طبعا بالنسبه لل x، وحدود التكامل بتاعتك معروفه في المسألة. انت طبعا خلاص حليت المعادلتين سوا مع بعض وطلعت لي حدود التكامل اللي هي من الـ A للـ B،
فيبقى التكامل اللي عندي تكامل محدود، وهقول لك طبعا بيتحل ازاي. برضو التكامل المحدود بيتحل عادي خالص، لكن ما تحطليش في الاخر ثابت تكامل، يعني ما تقوليش زائد سي. تمام، وهو ده القانون بتاعك. لو عندك منحنيين اف وجي فبطرحهم من بعض واقوم جايه عامله تكامل، وحدود التكامل بتاعتي هي A و B. بجيبها ازاي تاني مره؟ عن طريق حل المعادلتين معا. طيب نشوف كده. المسألة اللي جاية بتقول ايه؟ المسألة اللي جاية اول واحدة اهي، عندي كيرف، لحظة واحدة، عايزة المثال او عايزة المساحة دي. What's the area between the curve y بيساوي x تربيع ناقص 4 and the x axis؟ اولا x تربيع ناقص 4 بتترسم ازاي؟ لما اجي ارسم كيرف عادي، هو المفروض يعني لو الاكس بصفر هتلاقي، لو حطيت الاكس بصفر هنا عشان ارسم يعني واشوف الخطوط ايه والنقط ايه، حط الاكس بصفر هتلاقي الواي بسالب 4. عند الاكس بصفر فالواي بسالب 4، عند الاكس باتنين هتلاقي الواي بصفر، وعند الاكس بسالب 2 هتلاقي الواي بصفر برضه. فاذا انا رسمت الكيرف كده. تمام، قال لي عايز المساحه ما بين المنحنى ده ومحور اكس اللي هو ده، يعني من الاخر عايز المساحه دي. تمام، اللي هي المساحه اللي انا هظللها دلوقتي. خلي بالك ان المساحه دي تحت منحنى الاكس، او ازاي تحت محور اكس. تمام، فاذا المساحه اللي قدامي بتساوي مقياس، تمام كده، تكامل. تكامل مين؟ تكامل الكيرف اللي عندي اللي هو اكس تربيع ناقص 4، هعمل له تكامل بالنسبه للاكس. طب حدود التكامل بتاعتك لو سمحت، الاكس بتاعتي دي من كام لكام عشان اعرف؟ هي من سالب 2 ل 2، لان الرسمه بتقول لي كده. بس هاجي اعمل التكامل ازاي؟ اعمل تكامل عادي خالص. هو تكامل اكس تربيع ناقص 4 بيتعمل ازاي؟ بيتعمل تكاملين، يعني تكامل اكس تربيع لوحدها ناقص تكامل الاربعة لوحدها. تكامل اكس تربيع يدينا مين؟ يدينا اكس تكعيب على 3 ناقص اهي تكامل الاربعة، هيبقى 4 اكس. خلاص كده؟ بعد حضرتك ما خلصت تكامل اوعى تعمل لي زائد سي، لا هنعمل ايه؟ هعمل اللي هقول عليه دلوقتي. بما ان ده تكامل محدود فهتعمل لي قوس عامل كده، وتقوم تكتب لي هنا الرقمين اللي فوق. مفيش ثابت تكامل، اتفقنا. هنعوض ازاي بقى في الحاله دي؟ هتشيل الاكس وتحط 2 مره وتجيب لي القيمه، وبعد كده ناقص هتشيل الاكس وتحط سالب 2 وتجيب لي القيمه. يعني بعوض في اللي فوق ناقص اعوض في اللي تحت. اولا شيل الاكس لو سمحت وحط لي 2 وشوف لي القيمه كام، ناقص شيل الاكس وحط لي سالب 2 وشوف لي القيمه دي كام. يلا لما اجي اشيل الاكس اللي هنا واحطها ب 2 هتبقى 2 تكعيب على 3 ناقص 2 في 4 ب 8. خلاص كده انا شلت الاكس وحطيت ب 2، عوضت في اللي فوق. تمام كده؟ طيب هنا شيل الاكس من فضلك وحط سالب 2، هيديني سالب 2 تكعيب على 3 ناقص 4 في سالب 2 هتبقى ايه برضو؟ سالب 8 مع السالب تدينا موجب، يبقى موجب 8. ما تنساش لو سمحت ان احنا اخدين مقياس هنا. تمام، يعني لو القيمة طلعت بسالب هتعملها لي انت موجب. طلعت دي بكام بعد الحسابات؟ طلع في الاخر سالب 10 و 66، وبعد ما اخد المقياس هتديني 10 و 66. تمام كده؟ فهي دي المساحة بتاعتي. ليه المساحة طلعت بالسالب؟ علشان المساحة دي تحت منحنى الاكس، فلما تبقى تحت منحنى الاكس المساحة عندك تطلع بالسالب، فبالتالي لازم تاخد مقياس. لو انا بتكلم في مساحة فوق محور اكس فيبقى طبعا موجبة. ده بالنسبة للسؤال الاولاني. بالنسبة للسؤال الثاني، find the area under the curve، مديني الكيرف بتاعي x زائد e اس سالب 2x. قال لي between x بسالب 1 والاكس بتساوي 2، يعني هو الحمد لله مديني جاهز حدود التكامل بتاعتي اللي انا هشتغل بيها. فالرسمه
بتاعت الاكس زائد اي والسالب اكس لما رسمنا الكيرف طلع كده، يعني ده رسم كده توضيحي بس مش دقيق قوي يعني. تمام، انا كده رسمت الكيرف بتاعي وهرسم كمان المستقيمين اللي هم اكس بيساوي سالب واحد واكس بيساوي اتنين. دول اولا اكس بيساوي ثابت، دي هتلاقيه مستقيم موازي لمحور واي، فالاكس بيساوي سالب واحد، ادي مثلا السالب واحد اهي، فيبقى اكس بسالب واحد هي الحته دي، ودي سالب واحد اهي. اكس باتنين، اللي اتنين مثلا هنا، يبقى ادي اكس بيساوي اتنين. فانت طبعا عايز تحسب المساحه تحت المنحنى، المساحه اللي هي المظلله دي بالاحمر، عايز احسب طول المساحه دي. فالمساحه بتتجاب ازاي؟ عادي خالص، هنعمل تكامل للداله دي، لكن هيبقى تكامل محدود من سالب واحد الى اتنين، فيبقى المساحه اللي عندي هتساوي مقياس، لو سمحت هتعمل تكامل للدالة اكس زائد اي اس سالب 2 اكس، وفي القوس هتعمل لها تكامل طبعا بالنسبة للاكس. بقى خلي بالك من فضلك بس ان حدود التكامل بتاعتك، يبقى ده بقى تكامل محدود من سالب 1 ل 2، هي دي حدود الاكس بتاعتي لان انا بعمل تكامل بالنسبة للاكس. هنعمل التكامل ازاي؟ هتعمل تكامل عادي خالص، تكامل الاكس لوحدها وتكامل اي اس سالب 2 اكس لوحدها. اولا تكامل الاكس هيبقى اكس تربيع على الاثنين، خلي بالك بس ان في هنا مقياس، تمام، زائد تكامل الاي اس سالب 2 اكس. معلش على جنب كده افكرك ان تكامل الاي اس سالب 2 اكس بالنسبه للاكس، تكامل الاي هو نفس الاي، لكن بتتاكد ان تفاضل الاس موجود، فلازم تضرب هنا في سالب 2 وبره في سالب نص. فيبقى اذا التكامل بتاعي هيبقى السالب نص اللي مضروبه بره، خلاص كده، وتكامل الاي والسالب 2 اكس هيبقى برضو اي اس سالب 2 اكس. معلش ده تكامل محدود، يبقى لازم اعمل كده قوس واقوم جاي حاطه القيم بتاعتي اللي هي من سالب 1 ل 2. بتعوض بالتكامل المحدود ازاي او بتعمله ازاي؟ بتعوض باللي فوق ناقص تعوض باللي تحت، ما تعملش حساب التكامل خالص. احنا كده خلصنا التكامل بتاعنا. طيب لما اجي اعوض باللي فوق، اولا بس ما تنساش المقياس، عشان لو الاريا او المساحه بتاعتك طلعت بالسالب هتاخد لها المقياس عشان تطلع قيمه موجبه. عوض باللي فوق الاول وطلع لي قيمه، ناقص عوض بالسالب واحد اللي تحت وطلع لي قيمه، وقوم اطرحهم من بعض يدي لك الرقم على طول. اولا لما اشيل الاكس واحط 2 هتديني كام؟ 4 على 2، هنا ناقص نص في اي اس كام؟ ما لما تشيل اكس وتحط 2 هتبقى اي اس سالب 4، تمام. هنا لما اشيل الاكس بقى من هنا دي كلها واحط سالب 1 هتديني سالب 1 تربيع، ادي نص، ناقص نص في اي اس كام؟ شيل الاكس وحط سالب 1 هتديني ايه؟ تربيع. بعد كده تطرح الاثنين من بعض على طول يديك قيمه المساحه. تعال نشوف المثال اللي جاي بيقول ايه. المثال اللي جاي بيقول determine the area of the region bounded by y بتساوي 2x تربيع زائد 3 و x axis، وكمان ال two lines x بتساوي سالب 1 و x بتساوي 5. هو عايز المساحة المحددة بالمنحنيات دي. أول واحد عندي y بيساوي 2x تربيع زائد 3، وأنا رسمته يعني كده رسم بسرعة شوية، هو الكيرف ده، يعني ده اللي بيمثل عندي اللي هو المنحنى y بتساوي 2 x تربيع زائد 3. طيب وكمان قال لي محور x، فين محور x؟ اهو، على فكره محور x ده معادلته y بتساوي 0. خلاص تمام ماشي. بعد كده طالب مني كمان ال two lines x بتساوي سالب 1 و x بتساوي 5. اتفقنا ان x بتساوي رقم ده، دول خطين موازين لمحور واي، تمام كده. فهنفرض مثلا ان عندي السالب واحد اهي، ادي هنا سالب واحد اهي، وعندي مثلا الخمسه اهي، خليها هنا مثلا، ادي خمسه اهي. فانا كده عايزه المساحه دي، تمام، ادي الكيرف، ادي الخطين، وادي محور اكس. فانا عايزه المساحه المظلله دي. عشان اجيب المساحه فهنجيبها بالقانون بتاعنا، الاريا بتاعتي هي التكامل بتاع المنحنى 2 اكس تربيع زائد 3، التكامل طبعا بالنسبه للاكس.
مين هي بقى حدود التكامل؟ يعني حدود الاكس من فين لفين؟ من سالب واحد لخمسة. ما هي دي حدود الاكس بتاعتي، الاكس من سالب واحد لخمسة، حتى هو قايل لي اهي، هي دي حدود الاكس بتاعتك بس. فانا كده عايزة اجيب التكامل ده. طيب نسينا حاجة مهمة، نسينا المقياس، عشان لو طلع يعني الاريا بتاعتي بالسالب. طيب هكمل ازاي؟ احنا بنكمل عادي خالص، سيبك دلوقتي من الرقمين دول، كمل عادي خالص. تكامل 2 اكس تربيع لوحدها زائد تكامل الثلاثة لوحدها. 2 اكس تربيع تكاملها ايه؟ طبعا احنا بنخرج الاثنين بره التكامل ونجيب تكامل الاكس تربيع لوحده اللي هو اكس تكعيب على 3، حلو كده؟ زائد تكامل الثلاثة هيدينا 3 اكس. كل ده طبعا من غير بقى سبب التكامل، محدش يحط لي سبب التكامل، احنا بنعمل اللي هو التكامل المحدود بتاعنا ونجيب ونحط الايه الارقام بتاعتنا هنا. التكامل ده بيتحل ازاي؟ طبعا بنعوض باللي فوق الاول ناقص اعوض باللي تحت، يعني هيساوي كل ده اشيل اكس واحط 5 ناقص اشيل اكس واحط سالب 1. اولا لما اشيل اكس واحط 5 هيدينا 2 5 أس 3 على 3 زائد 3 في 5 ب 15 ناقص. لما اجي اعوض باللي تحت شيل الاكس لو سمحت وحط سالب 1، هتدينا سالب 1 تكعيب على فكره بسالب 1، يعني 2 في سالب 1 بسالب 2 على 3 و3 في سالب 1 اللي هي سالب 3. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ لما نيجي نعوض بالحدود بتعوض باللي فوق ناقص بتعوض باللي تحت، يعني مرة هشيل الاكس هنا كلها واحط 5 احط القيمة اللي فوق ناقص اشيل الاكس اللي هنا واحط القيمة اللي تحت، يعني احط سالب 1. دي بالتعويض على الآلة طلعت عندي 102، وبعدين بعد ما بتخلص بتكتب سكوير يونتس عشان انت بتجيب الايه بتجيب الاريا، فطلعت عندي 102. ولما كنا لو ما كتبناش الجملة دي او كلمة سكوير يونتس في الامثلة السابقة اكتبها. تمام، ده بالنسبة للمثال ده. يبقى المثال ده لو انا طلب مني عايز المساحة المحدودة بالمنحنيات اللي هي المنحنى الاولاني ده وكمان محور اكس، وقال لي الخطين دول، يبقى هي دي حدود التكامل بتاعتي من سالب واحد لخمسة، ادي الخطين اهو وادي المنحنى وادي محور اكس، يبقى انت بتجيب المساحة دي فبتعمل تكامل لمعادلة دي، معادلة المنحنى وحدود التكامل بتاعتك من سالب واحد لخمسة. تعال نشوف المثال اللي جاي بيقول ايه. المثال اللي جاي بيقول find the area bounded by y بيساوي 2x و y بيساوي 6x ناقص x تربيع. طيب المرة دي هو مديني منحنيين y و y، وانا كنت قايلة في بداية الشرح بتاعي ان انا لو جالي منحنيين هعمل ايه؟ هطرح الاتنين من بعض، صح ولا لا؟ لو جالي منحنيين f و g، يعني معادلة ومعادلة، فبرسم المعادلة دي وبرسم المعادلة دي، يعني مش مشكلة الرسم قوي، بس لما نيجي نجيب المساحة فبنطرح الاثنين من بعض وبنشوف حدود التكامل بناء على ايه؟ بناء على ان احنا بنحل الاثنين سوا مع بعض ونجيب نقاط التقاطع ونعرف احنا هنكامل الاكس من فين لفين. نرجع للمسألة دلوقتي. طبعا انا ما عنديش حدود التكامل، اعمل ايه؟ هحل الاثنين مع بعض. يبقى اولا بحل المعادلتين معا. طبعا انا رسمت هنا يعني رسم توضيحي كده للمنحنى الاولاني اللي هو y بيساوي 6 x ناقص x تربيع اللي هو ده، والخط y بيساوي 2 x هو ده. فاذا انا عايزه المساحه المحدده دي او المظلله دي، هي دي طبعا، دي نقاط التقاطع بتاعتي من هنا لهنا، واضح ان في واحده فيهم ايه صفر. طيب احنا هنحل الاثنين سوا مع بعض ونشوف الاكس بتاعتي من فين لفين. هساوي الواي دي بالواي دي عشان نحل الاثنين مع بعض، فاذا هقول 6 اكس ناقص اكس تربيع هتساوي 2 اكس. تمام، لما سويت الاثنين مع بعض هحل بقى، يبقى اذا 6 اكس ناقص 2 اكس ناقص اكس تربيع هتساوي 0. 6 اكس ناقص 2 اكس اللي هي 4 اكس ناقص اكس تربيع هتساوي 0. ده معناه طلع بقى كده اكس مشترك تدينا هنا 4 ناقص اكس،
كل ده هيساوي كام؟ زيرو. إذن الإكس هنا بصفر أو الإكس بتساوي 4، يبقى أنا طلعت قيمتين للإكس، إكس زيرو وإكس كام؟ 4. إذن هي دي حدود التكامل أو حدود الإكس، الإكس من صفر لأربعة، يبقى أنا هعمل تكامل محدود من صفر لأربعة، يبقى إذن الأريا بتاعتي هي عبارة عن المقياس. التكامل بتاعك من صفر لأربعة، أنا كده خلاص طلعت حدود التكامل بتاعتي. عايزة بقى أعمل إيه؟ اطرح الاتنين من بعض واعمل تكامل على طول. 6x ناقص x تربيع ناقص 2x. 6x ناقص x تربيع ناقص 2x، تمام كده؟ طبعا 6x ناقص x تربيع ناقص 2x، و6x ناقص 2x يعني 4x. يعني كأنك هتعمل 4x ناقص x تربيع، هتعمل لها التكامل بتاعك بالنسبة للx. تمام كده؟ إذا التكامل بتاعي هيساوي تعمل تكامل 4x لوحدها ناقص تكامل الاكس تربيع لوحدها، وبعدين تعوض بحدود التكامل بتاعتك اللي هي من صفر لاربعة. اوعى تعمل لي ساب التكامل سي، ده تكامل محدود. تكامل 4x المفروض الاربعة هي تطلع بره علامة التكامل، وتكامل الاكس اكس تربيع على الاثنين ناقص الاكس تربيع تكاملها اكس تكعيب على 3. تمام كده؟ لما اجي اشتغل الناتج ده اعوض بيه ازاي؟ هقول معلش هنا عشان بس مفيش مكان. هقول ايه؟ شيل الاكس وحط 4 ناقص شيل الاكس وحط 0، يعني بعوض باللي فوق ناقص اعوض باللي تحت. لما اجي اعوض باللي فوق هتديني كام؟ شيل اكس وحط 4، 4 تربيع على الاثنين يعني 16 على الاثنين فيها ال 4، و4 في 4 ب 16، يبقى هتديني هنا 16. أنا ما بكتبش، يديني هنا 16 ناقص 4 تكعيب على 3. ده كده عوضنا باللي فوق. هقول ناقص أشيل الإكس وأحط 0، ولما أشيل الإكس وأحط 0 تديني كام؟ 0. احسب ده كله هيطلع كام؟ شوفولي على الآلة الحاسبة، وما تنساش بس تكتب لي في الآخر كلمة سكوير يونتس. يعني أنت كده تمام حددت قيمة الاريا بتاعتك او المساحة بكام. تمام كده؟ وكده دي المسألة تكون خلصت. بس بقى خلي بالك لو ادالك 2y، اولا لازم اجيب نقاط التقاطع علشان اعرف انا هعمل حدود التكامل بتاعت الاكس من فين لفين، زي ما انا عملت كده حليتهم مع بعض وطلعت الاكس بصفر والاكس باربعة، وعملت التكامل بتاعي من صفر لاربعة واشتغلت. تمام كده؟ تعالوا نشوف المثال اللي بعده والاخير بيقول ايه. السؤال الأخير ده بيقول determine the area bounded by الكيرف ده y بيساوي x تربيع زائد 2، والكيرف الثاني y بيساوي sin x، وكتر خيره وجايب لي حدود التكامل جاهزة، يعني قال لي الاكس بيساوي سالب 1 والاكس بيساوي 2، أنا عايز المساحة المحدودة ما بين الأربع منحنيات اللي هم المنحنيين دول والخطين دول. قال لك اكس بيساوي سالب 1 واكس بيساوي 2، يبقى هي دي إن شاء الله حدود التكامل بتاعتك والاكس من ده الى ده. طيب الرسمه عامله ازاي بتاعت المنحنيين بالنسبه للواي بيساوي اكس تربيع زائد 2؟ يعني رسمه عامله كده، يعني ده رسمه توضيحي بس. ده المنحنى الاولاني اللي هو واي بيساوي اكس تربيع زائد 2، تمام. بالنسبه للساين رسمتها كانت كده، هي عامله كده، تمام، رسمه كده، يعني هي دي رسمة ساين اكس، واي بيساوي ساين اكس، تمام. فعندي كمان الخطوط اللي هي من سالب 1 لـ2، يعني هقول مثلا دي سالب 1 اهي مثلا، يعني سالب 1 و 2 هنا مثلا، تمام، من هنا اهي خلاص. طبعا احنا ننزل بس كده شويه، ادي الخطين اهو، يعني فعايزه المساحه المحدده او المظلله دي. خلاص تمام. انا عندي منحنيين دلوقتي واي وواي. طبعا انا في الحاله لما يكون عندي 2 واي او عندي دالتين فبطرحهم من بعض وبعمل تكامل على طول، وده اللي احنا هنعمله هنا دلوقتي. خلاص كده. فحاول اذا الاريا بتاعتي
هتساوي مقياس طبعا عشان لو طلع لي البتاع بتاعتي اللي هي الاريا سالبه ولا حاجه، طبعا اعمل تكامل بحدود التكامل المعروفه من سالب واحد لاثنين، وهعمل تكامل لمين بقى؟ بالنسبه لاكس اطرح الاثنين من بعض، يعني اكس تربيع زائد اتنين ناقص ساين اكس، اكس تربيع زائد اتنين ناقص ساين اكس، واعمل تكامل عادي خالص، بس في النهايه ما تحطليش زائد سي اللي هو ثابت التكامل، انت هتعوض بقى بحدود التكامل بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. طيب بالنسبه للتكامل ده طبعا ايه المقياس؟ زي ما هو نزله. يلا اعمل لي تكامل بقى، تكامل اكس تربيع لوحدها زائد تكامل 2 لوحدها ناقص تكامل ساين اكس لوحدها. احنا بالنسبه للموجب والسالب ما عندناش اي مشكله في التكامل. يلا تكامل اكس تربيع هيدينا اكس تكعيب على 3 زائد تكامل الاثنين بالنسبه للاكس هتدينا 2 اكس ناقص تكامل الساين بسالب كوزاين، فهتبقى موجب كوزاين اكس. كل ده من فين لفين؟ قلنا من سالب واحد لاثنين، عشان انا هعوض دلوقتي بحدود التكامل. الاول حدود التكامل بعوض بيها ازاي؟ بتعوض باللي فوق ناقص بتعوض باللي تحت. يعني اولا القيمه دي كلها شيل الاكس وحط اثنين ناقص افتح قوس وخد المقدار ده كله شيل الاكس وحط سالب واحد. يبقى هنشيل بس الاكس ونحط اثنين ناقص اشيل الاكس واحط كام؟ سالب واحد. يبقى دي لما الاكس بتاعتي ثواني باتنين والاكس بتاعتي بسالب واحد، وبعدين بقى في النهايه خالص شوف لي على الاله الحاسبه القيمه دي هتطلع بكام. يلا شيل الاكس وحط اثنين تبقى اتنين تكعيب على 3 زائد اتنين في اتنين باربعه زائد كوزين اتنين. هنا شيل الاكس وحط سالب واحد تدينا سالب واحد على 3 ناقص 2 اكس، لا ناقص 2 قصدي عشان 2 في 1 ب 2 وبالسالب، زائد كوزين سالب واحد اللي هي كوزين الواحد. احسب المساحه دي كلها، يعني بالتقريب بعد انا ما حسبتها طلعت كده 8 اعتقد يعني و 9 9 9 5. طبعا بعد ما بتخلص الناتج بتكتب لي في اخر سكوير يونت. ده الناتج بتاعي تمام. فبس ملحوظه اخيره، لما يبقى عند حضرتك دالتين بالطريقه دي فبتطرح الاثنين من بعض وتعمل تكامل على طول، وهو الحمد لله في المساله دي جايب لي حدود التكامل جاهزه، في النهايه خالص بتطلع لي قيمه المساحه. بكده نكون خلصنا الفيديو ده، وشكرا جزيلا لكم.